نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وما يخصكم خير. هذا هو الفيديو ديال اليوم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الفيديو ديال اليوم غادي كما كان معودكم كل سنه على حساب القفه ديال رمضان اللي عملنا هذا العام عاوتاني. الحمد لله كملناها وسليناها. كانت شويه اكثر من العام اللي فات. بالحق الحمد لله كل شيء فات وكلشي داز على خير. كل شيء الحمد لله. الله يجازي كل خير الناس اللي ساهموا في هذه القوفه في كاملين، سواء من العائله سواء من الصديقات سواء من المتتبعات. بعض المتتبعات هما ساهموا في هذه القوفه هذه، وما شاء الله يعني كاين اللي دارت قوفه، كاين اللي دارت جوج، كاين اللي دارت 10، كاين اللي دارت 15، كاين حسب يعني الاستطاعه ديالهم. خصوصا هذا العام كما كتعرفوا في المغرب ولا في العالم كله ماشي غير في المغرب، كاين الازمه بزاف وكاين الغلاء بزاف، يعني زادوا في المواد الغذائيه بزاف سواء في الزيت سواء لكن الحمد لله يعني كتزاد في الزيت والبوطه كنور في المغرب، وخلاص داكشي الخضر في السوق وهذا داكشي راه تزادوا فيه، يعني اللي كتسمعنا من البنات حتى يعني الفرق بين القفه ديال هذا العام والقفه ديال العام اللي فات كاين الفرق بزاف في الثمن، لان كلشي زادوا فيه هذا العام ماشي بحال العام اللي فات. العام اللي فات كان قل في الثمن من هذا العام، مع ذلك يعني نفس الاشياء اللي شرينا نفس المواد، غير هذا العام زايد في الثمن على العام اللي فات. والحمد لله كنشكر جميع البنات اللي الاخوات ولا المحسنات اللي هما تعاونوا معايا في هذا سميتو هذا في هذه القفه هذه. ما كنتش ناويه ندير كاع قد هكذايا، شديت انا من الاول سجلت الناس بزاف، ولكن كنت خايفه كنقول يا ربي راني كنسجل الناس بزاف وانا مازال ما جمعت حتى شي حاجه، ولكن الحمد لله بديت لها شويه بكري هذا العام واحد 3 شهور قبل من دابا اللي بديت فيها هذه القفه هذه. والحمد لله فاتت على خير. عاونوني البنات في المغرب، كل وحده من المدينه عطاتني الناس، يعني سواء اللي خديت ليا بزاف الناس اللي هما الاراميل، والناس اللي خدامين مثلا في الحمام وفي القهاوي ولا كانوا في داك كيطيبوا في شي تريتور ولا في هذا مع شي تريتور ولا هذا، هذو هما الاغلبيه اللي درت، والاغلبيه ما عندهمش رجال يا اراميل يا المهم اللي فعلا يستاهلوا، لان الواحد ملي كيعطيك الامانه كيقول لك عافاك دير لها بلاصتها، اللي كيقول لك دير لها بلاصتها يعني راه ضروري، يعني ما كتبقاش تخلي ديك الساعه تقليد على راسك، خصك ضروري ما ديرها سميتو ما تحيد الذنوب على رقبتك، لان الواحد الذنوب راه شي حاجه كبيره بزاف باش تعطيها لشي واحد اللي هو خدام ولا شي واحد اللي عنده دار ولا شي واحد اللي عنده هذيك، يعني ما الواحد كيدي الذنوب ديك الساعات. والحمد لله كلشي فات بخير وعلى خير. الحمد لله درنا في الناظور يعني الناظور والنواحي ديال الناظور، يعني تما غنبدا لكم كل حلقه شريفيه بدا لينا من الناظور لا هذيك المهم الناظور والمناطق ديالو، منها الحسيمه منها كبداني منها الدريوش منها تمسمان منها العروي، يعني تقريبا يعني واحد جوج هنا ثلاثه هنا اربعه هنا خمسه هنا، ماشي كندير 100 في دقه ولا هذا لان ما عنديش هذا المقدار باش ندير هذا الشيء كامل، ولكن كنحاول يعني ولو نقضوا واحد 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 شويه ديال الناس ولو يعني ندخلوا الفرحه على ولو القليل على ديال الناس، يعني كل مدينه فيها شويه فيها شويه 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 شويه، يعني ما كاينش شي مدينه اللي فايته فيها 30 قفه باش نهضروا نيشان، لان ماشي دايره 1000 قفه ولا هذا لا، كاين واحد العدد محدود الحمد لله اكثر من العام اللي فات، كانوا الحمد لله كانوا مزيان. وكل مدينه تبارك الله يعني كاين ليه 5 كاين 6 كاين 10 كاين 30 على حسب البلايص، وكاين البنات اللي هما تكلفوا ليا، كاين البنت اللي تكلفات ليا في الناظور كنقول الله يجازيك بخير شكرا بزاف، يعني تكلفات بسميتو بالسياره ديالها بسميتو ديالها، هي حتى المازوط بغيت نصيفطوا لها من المال ديالي الخاص ماشي من داكشي ديال القوفه باش ندير المازوط، حلفات ليا قالت لي ما تصيفطيلياش، كنقول لها شكرا بزاف الله يجعلك ان شاء الله في ميزان حسناتك، يعني حتى الناس سبحان الله كيتشجعوا كيبغيو يديروا الخير، سواء اللي في سميتو اللي في طنجه نفس الموضوع، حتى هي مسكينه ما بغاتش زعما مشات كرات السياره من عند الجهه ديالها ولا ما نعرف، المهم كرات اللي كيمشي معاها، مع ذلك قالت لك داكشي اللي انا باش كريت غادي نخلصو من عندي، حتى انا بغيت ندير الاجر، بغيت ندير الاجر بيدي وبغيت ندير الاجر حتى انايا نساهم شويه ولو بالقليل، زعما الحمد لله يعني كاينين الناس فيهم الخير الحمد لله،
الناس كيعجبهم يديروا الاجر وكيبغيو يساهموا كيبغيو يعاونوا كيبغيو يتعاونوا كيبغيو زعما ما شاء الله عليهم. وكاينين يعني كاين ناظر وطنجة وتطوان مكناس فاس مول عقوب يعني مكناس والنواحي ديالو كاين الخميسات كاين سيدي سليمان كاين شنو نقول لكم مراكش دار البيضاء كاين تازة كاين مهم زعما الحمد لله وكاين ورزازات كانت داخلة كاين الرشيدية يعني أكادير زعما الحمد لله يعني كل بلاصة في المغرب وصلنا فيها شوية ديال كما كيقولوا درنا فيها شوية ديال الباروك الحمد لله زعما الناس فرحات بزاف والدعوات ديال الخير اللي سمعناهم واللي سمعوهم الناس اللي ساهموا في هذه القوفة فهذو كنشكر بزاف اللي عاونوني من هنايا من هولندا. كاين الاخت اللي خدات 51 قفة هي اللي تكلفت بها هي اللي جمعت ليها نعطيك لها غير النوامر ديال دوك الناس المحتاجين باش هي غادي تتصل بهم وتصيفط لهم ومن بعد ثاني دوك الناس راسهم دوك المحتاجين مساكين حتى هما يعني تواصلوا معايا بلا وصلتهم الامانه وفرحانين كيدعوا مساكين وهذا زعما الحمد لله نعاونوا بعضياتنا نديروا يد في يد ولو بالقليل زعما ما شاء الله على اي واحد ساهم في هذا سميتو هذا الفرق وهذا دابا كتشجعوني باش حتى العام الجاي ان شاء الله ندير ثاني اكثر. يعني كان فيه شويه ديال سميتو في الاول كما قلت لكم كنت سجلت الناس بزاف وانا ما عارفه راسي من راجلي كما قلت لكم يعني كانوا بزاف ديال سميتو ديال الناس اللي سجلتهم وانا كما قلت لكم ما عارفه راسي من راجلي ما عرفت واش نزيد واش اش غندير واش ولكن الحمد لله الناس اللي كيديروا الخير موجودين في الدنيا والناس اللي قلبهم مزيان وكيحنوا على المحتاجين يعني وعلى الناس اللي مخصوصين راه موجودين في الحمد لله كاينين يعني شي حاجه زوينه بزاف انك تبدا واحد الحاجه وربي سبحان الله العظيم غير كتبدا شي حاجه كيف ما كانت ديال الخير ربي كييسر فيها وكيسهل فيها وكيرسل لك ربي الجنود ديالو باش كيكملوا معك باش كيعاونوا معك زعما الحمد لله. المهم جزاكم الله خير الجزاء كاع الناس اللي ساهموا في هذا القفه سواء بالمال ديالهم سواء بالمشيه والمجيه والتوصال وسير هز وسير سواء الناس صحاب المحلات اللي نقصوا لهم شويه في الثمن البنات اللي عندي في المغرب اللي مقابلين سواء خصوصا ملي كيكونوا البلاصه اللي فيها 30 قفه كنت عملت فيها 30 قفه هذوك كان مول الكري ولا الهري ولا كي كيقولوا لهم يعني صبر معهم شويه في الثمن قال لهم حتى انا غادي نسهل معكم ما غاديش نربح معكم حتى شي حاجه يعني حتى وجزاه الله خيرا يعني في بعض المدن ماشي في كل شيء بطبيعه الحال. وما ننساش خالتي سيدي سليمان هي يعجبها الحال نذكر السميه ديالها خالتي امينه ورجلها علاه كنشكرهم انتم بزاف انتم اللي وقفوا زعما التمارين ديالهم وهذا وصايمين لان كاين شي سميتو اللي عملتهم وهما صايمين غادي جايين سميتو باش يكملوا سميتو القفاف زعما الحمد لله. اي واحد دار يدو في هذا سميتو هذا الله يجازيه خير الجزاء والله يرزقه من حيث لا يحتسب والله يجعل ان شاء الله كل واحد يجعلها له في ميزان حسناته. هادشي اللي كاين نتمنى ان شاء الله يكون هذا الفيديو خفيف ظريف على قلوبكم وتكونوا ان شاء الله يعني المهم فدتكم شويه كيف ما كل عام كندير سميتو الفيديو على القفه فين مشات وشنو هذا الناس اللي استفدوا منها واللي استفدوا منها كما قلت لكم الاغلبيه هما الاراميل اللي ما عندهم شي رجال ولا اللي كيخدموا في الدار ولا كيخدموا يعني ما كاينش الناس اللي عندهم الوظيفه ولا اللي عندهم العائله في الخارج ولا اللي عندهم هذوك يعني درت مجهود ديالي ما يعني ما يمشيوش تما لان اي واحد عنده العائله في الخارج راه عائلته غادي يعاونوه اللي عنده ولده موظف ولا عندهم الدار ولا عندهم هذا يعني ما كاينش شي واحد من الشرجر الكري كيجي كيدق عليك ماشي بحال الناس اللي كاريين ما عندهمش مدخول محدود يعني مدخول ثابت كل شهر يعني عندهم هذاك الشيء مساكن غير كيخدموا بالنهار ديالهم وداك النهار ديالهم شحال يجيبوا ولا جابوا 90 درهم والبوديزه ديال الزيت كدير 90 درهم يعني هذا هو سميتو يعني كنت كنحاول يعني حتى البنات اللي كيقولوا راه كاينه فلانه وفلانه 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 وملي كنولي كنهضر مع هذيك المراه بالكاميرا كنقول اختي وشنو عندك وشنو هذه وشنو راه يعني كنحاول مع انه البنات راه الثقه مليون في المية البنات اللي واقفين لي تما ولكن كنقول انا نهضر معي باش نحيد مازال الشك وهذا كنولي كنهضر انا وكنهضر معاهم بالكاميرا وشنو عندهم وشنو هذا
الا مثلا شي واحد ولا جوج ولا هذا من الناس اللي عندهم الدار ولا هذا، ربما كتكون عندهم شي يعني كان عندهم ظروف خاصه بزاف، كيكون عندهم المرض ولا هادو مثلا هما عملنا لهم القفيفه، لان على ود مثلا داك المريض اللي كيكون مثلا في الدار الاغلبيه ديال الفلوس ديالو كتشوف الادويه كتمشي في سميتو كتمشي، كنقولوا معليش يعني الله يتقبل وصافي. اما الاغلبيه واحد نقولوا 99% مشات للناس اللي ما عندهمش، والناس اللي محتاجين فعلا محتاجين وخصهم اللي يوقف معاهم في القفه واللي يدير لهم القفه. هادشي اللي كاين، خليناكم على خير وان شاء الله رمضان مبارك، الصحه والسلامه. نتمنى تبارطاجيو الفيديو وما تنساوش لي لايك في الاخر. يلا السلام عليكم.